ورحمة الله وبركاته، تحية مقدسية وين ما كنتوا أينما كنتم من القدس. طبعا أنا بدي أفرجيكم أربع أحلى أنواع السلالات القطط الصغيرة. القطط الصغيرة، طيب حبايبي مش مشترك بالقناة بنزل تحت بيشترك بالقناة وبفعل الجرس وبحط اللايك، المشتركين بحطوا اللايك تمام. وتحياتي لكم. طبعا هذا بحكوا له السكوتي، طبعا السكوتي من السلالات الرائعة، والستريت كثير سلالة رائعة جدا. الحين ننزله على الأرض، هسه بننزلهم كلهم، شوفوا كيف. والنوعية الثانية حبايب اللي هو السيامي، طبعا معروفة السلالة السيامي، بيجي باللون البيج بس يكبر بغمق، بصير هنا على لون بني أكثر. طبعا سلالة برضو رائعة وقطة كثير حلوة ومستاهلة. طبعا إذا بتشوفوها على الأرض كيف، كمان شغلة في عندي السكوتي اللي هو الدان مطوية، ولكن هذا كثيف الشعر، كثيف الشعر تمام. هاي كثيفة الشعر، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، حبات كثير مميزة وكثير رائعة. وهي عندي يا اخوان يعني إلي تمام، شوفوا كيف. كمان الحبة الرابعة اللي بدي اعرض لكم اياها، السكوتي فولد، الشعر القصير، الدانو الشعر القصير اللي دانو بتيجي مطوية. وطبعا هذا كثير الناس بتحبه، معروف بدول اوروبية وين ما كان، من اسعارهم يا اخوان اسعارهم تتراوح من بين 700 ل 800 دولار. طبعا هاي قطط كثير ممتازة كثير رائعة السلالة هاي. شوفوا كيف. والأب تعال، لعبات كثير جدا كثير. هاي السلالة يا إخواني بتعشقها الناس المربين القطط، لأنه هي سلالة كثير رائعة وكثير ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا حكينا السكوتي العادي، شوفوا كيف، شوفوا عن قرب ولا. وهي السكوتي الشعر القصير، شوفوا كيف. وهي السيامي بالشكل ها، وهي سكوتي شعر طويل. طبعا كلهم حبات رائعة ما شاء الله. صورة صورة صورة، شوفوا كيف. ولا طبعا انا يعني هاي الحبات من زمان انا موجودة عندي تمام، ولكن كنت استنى اللحظة انه يكونوا لعبات عشان انا اصورهم فيديو. ترى السيامي مسكان، تعال 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 نجرب نلعبكم بالشكل هذا. خذ، لا هذول حبات خواتي يا اخوان. هسا في امور بتتعلق بالتزاوج بالسكوتي تمام، يعني شوفوا هيك عن قريب ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد، لا اله الا الله. زي هاي نيجي نحكي، هاي انت ما بتتزاوج الا دان واقفه، ليش؟ لاسباب راح نحكي فيها بفيديو ثاني، انتظرونا. تعال تعال تعال، شفت
شاء الله. هذا هو الستريت وهي حكينا الفولد. هلا الستريت لازم نجوز لفولد، فولد مع فولد ما بزبط، ستريت مع ستريت بزبط. اذا جوزنا فولد مع فولد يا اخوان بتعرف شو اللي بيصير؟ بيصير في عندهم عجز. شوفوا كيف في عندي ملان قطط صغيره، يعني الكل بكل يصور القطط الصغيره. هذا الفيديو بدي اجرب انه انا انزله عن القطط الصغيره، اذا نجح نحط له اللايك، كل ما نحط اللايك بيزيد اكثر بينتشر، اذا نجح راح اصور لكم كثير سلالات كثير رائعه وكثير جدا حلوه وجميله جدا. تعالوا يلا نتركن باخر لحظه باخر الفيديو يلعبن. يعني انا بشتري الشغلات هاي للعب. تعال سيب 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 تعال ولا شوفوا هاد بس انا عملت لكم محل جديد. تعالوا افرجيكم اياه على السريع. طبعا هذول الكراسي حاطين على مكتبي جوا، تمام؟ راح يوم من الايام اطلع لكم فيديو ثاني من داخل المحل، في عندي افاعي وفي عندي اشياء جديده. هذا المحل لسه باسس فيه، لما يكون جاهز يكون في ببغاوات موصي عليها لكل الفيديوهات، كثير اشياء موصيه على الفيديوهات، تمام؟ بس كله يصل راح اصور لكم اياه. يعني طبعا في عندي بس عليم الله اسد، اسد بتعرف شو يعني اسد؟ يعني حجمه هيك هيك، يعني نزلت له صورة على حسابي على الفيسبوك هيك، الكل يقول لي من وين لك الأسد الصغير. هذا راح أعرض لكم إياه بحلقة ثانية. تعال شوفوا كيف ماسك السيامي. السيامي أنا كثير بحبه. السيامي الفول كمان لعوب جدا، وهذول لسه عمرهم 45 يوم يا اخوان، لسه بعدهم بربع. ولا تعال ولا ولا طلع ما شاء الله تبارك الله. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ثمانية يلا. وهيك زي ما فرجناكم السلالات، القط البريتي الأربع سلالات هذول أجمل عندي، وتقريبا سعرهم بالشيكل بتراوح من 2000 ل 3000 شيكل الحبة ما شاء الله. والسلام عليكم، أعطيكم ألف عافية.